السلام عليكم. هذا فيديو البنات باش يردوا بالهم ميبقاوش طامعين. هاد القصة هادي قسما بالله الا قصة حقيقية. واحد البنت تعرفت على واحد دري مغربي ساكن في طاليان. تحية كبيرة الجالية المغربية والجاليين ساكن في طاليان. كنعرف بزاف ديال الناس كيتابعوني وكنحماق عليهم، ولكن هاد القصة حقيقية كيخصني نبارطاجيها معكم. نتوما براسكم منين غادي تسمعوها ما غاديش يعجبكم الحال على هاد الدري اشنو دار. هاد الدري هذا هضر مع هاد البنت هادي وقال ليها انه مطلق وعنده جوج بنات مع الطليقة ديالو، ما تفاهمش معها وطلقها وهي راه عايشة تما عندها الاوراق ديالها صايبهم لها زعما هو طلقها وبقات هي تما وراه بناته هو عايشين معاها هي. وقال ليها انا بغيت نتزوج بك على سنة الله ورسوله. تعرف عليها في الانترنت وبقات يهضر معها ابل واتساب، يعني كيهضر معها في الواتساب. هو يقول ليها شوفي انا غادي نقطع لك دابا، بقات يهضر معها ويقول ليها هي مطلقه. هاد البنت هادي مطلقه ببنت حتى هي مطلقه وعندها بنيه، ولا كيقول ليها دوزي ليا بنتك نهضر معاها، ولات كدوز ليه بنتها اللي كتهضر معاها وكتقول ليها وكيقول ليها انا راني باباك ما بقاش تقولي ليا عمو قولي ليا بابا. ولات البنت كتقول ليه بابا. وهو يقول لهاد البنت هادي اللي بغيت تزوج بها، ولا كيقول ليها دوزي ليا امك. دوزت ليه امها ويقول لامها شوفي انا راني بيت بنتك على سنة الله ورسوله بغيت نتزوج بها كذا كذا. المرأة فرحات قالت وا بنتي طلقات وجاب لها الله ما حسن وجاب لها الله راجل كاين في الطاليان وبصايب لها الوراقه وداكشي. فرحات هو يقول لها شوفي دابا حيت انا خدام وما عنديش الوقت انا غادي نصيفط لك الفلوس، غادي نقطع ليك طياره وغادي تجي انتيا وغادي كذا كذا. وهو وهي تجي سياحه الطاليان، جات سياحه وفعلا مشات. تخيلوا ما جاش هو المغرب نهائيا، ماشي جا وداها، ما جاش، هي اللي مشات لعندو، مشات لعندو ودات معها بنتها. والله القاسم مشات ودات معها بنتها، وفاش مشات لقات، تخيلوا معايا باش تعرفوها هادي كام بوة مكلخة مضروبة بفردي خاوي. تخيلوا معايا انه خطبها من مها بالتليفون وقال ليها جي، مشات خاطبها في التليفون داكشي اونلاين عندهم داكشي بالبلوتوث. المهم علينا فاش مشات قالت لي لقاتو ساكن في واحد البيت صغير وفيه طواليت واحد القنيس ديال الكوزينه بحال قلت واحد الكارسونيير صغيره. قالت لي ولكن ماشي دو المشكل، قالت لي واحد القمه ديال العفن، واحد الوسخ، واحد الحاله يرثى لها. قالت لك شديت هذوك الحوايج كلهم ديالو صبنتهم ليه، شديت هذوك الماط ديالو نص صبنته نص شمشته، صيقات حكت الركاني، كتقول لي جيب الملقاطع، كبت الملقاطع في الطواليت، نقات داكشي، جابت لي برودوي حكات نقات. لانه هذيك الدار بحال قلتو شي برتوش ديال شي زوفري مسخ محفون مقلق على علاقه شي براكه شي ما عرفتش شنو. قادت لي داكشي وهو شبع فيها زدقادق مع راساتو من داكشي الرفيع، تا طلعت ليه في راسو وكتقول لي صايب الوراق. كيقول لها واخا ان شاء الله واخا ان شاء الله. توقفت على عرفت انه ما بغى يدير معها حتى شي حاجه. كملت ليها هذاك الفيزا ديالها، عفوا هذاك الفيزا ديال السياحه ديالها كملت ليها، وهي خاصها ترجع صافي. وهي ترجع في حالتها في حالها خاويه الوفاض. قالت لك ما لقاتش حتى الوجه باش تشوف امها، يعني امها عارفه. ودابا المشكله ملي مشات بقات كدير ابل فيديو مع امها وكتقول لها انت راه فين ساكن وهذا وهادشي اللي عطى الله وبنادم يصبر وكذا وكذا. امها مسكينه واخا في الاول فرحات وهذا الناس دراوش، ولكن الغباء غادي طمع يا ربي اسمح لي كل غباء ولا طمع. اما الانسان يعتقد من راسه ما كيشرح ملح ما يخناز، بغيتي بنتي يجي اجي لعندي وتبقى هنايا عندي تصيب الاوراق، هذا الشيء اللي كنعرفوا حنايا المغاربه. اما ديك الهضره ديال الحكه زيد ندير زدقه داك عاد من بعد لا اسمح لي ما كاينش اصلا، لانه
هما اللي بغاو يديروا شي حاجه على برا مع القوريه اللي بغا يديروها. علاش بنادم تيطيح راسو في هذا الموقف؟ تفو. المهم علينا، رجعت مسكينه لدارهم، قالت لك رجعت لدارنا وهي ما حاملاش راسها وما عندهاش الوجه اللي تشوف في دارهم، وقالت لك جاب الله العائله ديالها غير خالاتها واحد جوج خالاتها وهما اللي في راسهم، خالاتها وشي ناس شي بنات صحاباته وشي ناس قلالين هما اللي في راسهم البلان انه سميتو جاب الله. قلت لك ما قلناهاش العائله كامله، وقلت لك علاش ما كناش قايلين العائله كامله، بغينا غير نقضيو الغرض ونصايب الاوراق باش نديرو لك الساعه بوم ونقولوا، خفنا من العين داكشي علاش ما قلناهاش، اما كنا بنا نقولوها ونفوتوها ليك. وقلت لها وجاب الله خفتو من العين وما قلتوهاش، اما كنتي بغيتي ديري راسك واحد الشويه بحال حاجه، لانه راه ما يمكنش، راه هادشي راه ما يدخلش ليه، ما يدخلش العقل. والمشكله انه هذا النصاب هذا مازال مازال الطريقه اللي دار معها هي وصيدها من واحد الجروب كاين في مواقع التواصل بلا ما نقول الاسم باش نبرد السوق. قلت لك لقيت انه مازال كيدير نفس الطريقه مع البنت، يعني مازال في المبانت لي البروفيل ديال شي بنت كيبغي يطيحها. بين قوسين هاد البنت هادي اللي قلت لكم طلقات بنت، وعلاش كنقول انا مع راساتي علاش دار بحال هكا؟ علاش خسر على الطياره ويجيبها من المغرب وهي مطلقه ومسكينه ومكويه ومفقوصه وهذا وكذا؟ دريه بوغوصه، دريه بوغوصه قرطاسه ما نعاودوش الهضره، يعني لا بنت ليش دريه بوغوصه كيبغي بروفيتي. اما راهو في الطاليان راه ما يحتاجش انه كاع يدير هاد الفيلم المكسيكي كامل. دريه بوغوصه مسكينه ودار لها بحال هكا وما بغاتش تسرط ليها وما عرفتش كيفاش دير تدوز لي، ما عرفت، شافت عيات وهي تقولها وقالتها في واحد جروب في الواتساب ردوا بالكم من هذاك، وجات عندي انا وقالتها ليا على اساس انني نقول سميتو. قلت لها شوفي انا قصه غادي نعاودها، ما غنقول له سميتك ما نقول له سميتو، تشهير ما عندنا ما نديرو به، الا درت تشهير وبغى يدعيني راه غادي يربحني. من الاخر ما نقول له سميتو ولا كنيتو ولا حتى شي حاجه، قصه نقولها للعبره باش الناس يردوا البال وبارطاجا. اما نقول شي حاجه ماشي شغلي انا، يعني ما نقدرش، ما يمكنش دابا انا ما كرهش نقول هاش نسميتو، ولكن واخا تكون انا لاباج ديالي مليونيه يعني نشوفها مليار واحد في النهار، ولكن لا راه هذاك كيتسمى تشهير. نقول سميت فلان راه يربحني، بيمشي ديك لايبي يربحني، لانه قانونيا اشنو؟ ماشي المجرم ما كياخذ في الجزاء ديالو، قانونيا واحد الشخص دير واحد الجريمه خاصك تمشي للقانون تدعيه، ماشي تجي لي غازو سوسي وتقول فلان دايرو 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 داير، حيت كاين القانون اللي كيربي، هادشي اللي كاين. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انكم البنات تبقاو تردوا البال، ما تبقاوش تطمعوا. قلت لكم شي واحد على برا ولا من على برا يكون في الطاليان، يكون حنا كلنا سواسيه وفي ارض الله. اليوم ها حنا هنا، غدا ما عرفنا فين كاينين، ما عمركم ما بقاش تطمعوا. كبير الكرش تفرق عليه، بنادم يقلل يقنع بالقليل وكيجيب ليه ربي الكثير. وهاد البنت هادي راها طمعات، هاد البنت هادي راها طمعات، حيت كون دورتها غير شويه في دماغها غتلقى راسها انه هاد السيد هذا هو اللي كيخصو يجي للمغرب ويخطبها من الام ديالها ويجيب لي كادو ويخطبها بحالها بحال الناس، ماشي غير حيت مطلقه ما تكونش عندها القيمه. مطلقه كتب عليها الله انها ما تفاهمش مع واحد الانسان، كيف ما الزواج حلال تطلق راه حلال عادي، وتدير يجي يخطبها ويطلع الوريقات وتبقى هي في دارهم تيصايب لها الوريقات ويديها، وكون دارت معاه بحال هكا كان غادي بلوكيها ويمشي، لانه هو اصلا مناوي حتى شي حاجه. هادشي اللي كان غادي يدير. السلام عليكم.